الراديو 90-90 هواها مصر. يلا عمل نفسك سامع ومخد لك خمسة صيانة وركز شوف هنقول ايه. اتمسو خليك عالراديو تابع يلي بتسمعنا خمن كلمة سر الليلة ايه. عالراديو 99 سالي عبد السلام بتمسي عاللي سمعين سالي عبد السلام. يا مساء الفل ومساء البهجة ومساء كل حاجة حلوة على عيون مستمعين الراديو 90-90. عاملين ايه واخباركم ايه؟ وحشتوني. مش راضي تطلع كدابة قوي. لا وحشتوني. كل سنة وانتم طيبين ويا رب دايما في سعادة وخير وكده. والناس اللي واخدة بريدج مكملة لحد الخميس والجمعة والسبت مش مبسوطين عشان الشغل اهم حاجة في حياتنا. مش هقول لكم اكتر من كده. بقنعكم. اشتريت؟ اقتنعت؟ 199 ده رقم الاس ام اس. ممكن تكلمونا على 2-18-10-8-66 او تبعتونا على الفان بيج facebook.com/radio99 او على تويتر هاشتاج اتمسو او الراديو 99. دايما بيقولك داري على شمعتك تقيد. تنمية بشرية. انا كل ما داري على شمعتي عشان تقيد حد بيطفيها بيجي عيل رزل متجمع. يعني هو في حاجة بتحصل تنمية بشرية برضو. يعني طب ما انا ليه داري علينا لما انا ممكن اولع فيكم بالشمع؟ يعني دي حاجه تانية طبعا ما لناش دعوه بيها. بس انا عايز اعرف امتى انت داريت على شمعتك وبرده ما قدتش، فضلت ساكت 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 ما نطقتش وبرده ما داريتش، قصدي وبرده ما ولعتش ما قدتش الشمعه بتقيد. مش هقولك اكتر من كده. امتى قالوا لك داري على شمعتك تقيد وما قدتش وفضلت ساكت ما حكيتش لحد؟ عارف ان هو نظام الامهات، ما عشان حكي ما حكيتش، ما عشان قلت ما عشان كنت فرحان بيه. طب اعمل ايه؟ اموت نفسي؟ عالراديو 99 سالي عبد السلام بتمسي عاللي سمعين سالي عبد السلام. يا ميسا ميسا لسه بنتكلم داري على شمعتك تقيد. تنمية بشرية يقولك ايه؟ بتتكلمش كتير على حاجة وتداري على شمعتك عشان ايه فجأة تقيد بقى والحاجة اللي انت بتتمناها تتحقق. دايما بيقولولنا كده. ولما تتكلم فيها يا مثلا لو عادي بقول لحد من صحابي، بقول لأمي، بقول لأبوي، عادي بقول غصب عني، يقولك شفت عشان اتكلمت فيها عشان ما دريتش على شمعتك. طب امتى بقى انت ما اتكلمتش وبرده ما حصلتش؟ عبد الجواد. الو ازيك يا عبد الجواد، اخبارك ايه؟ الحمد لله على السلامه وكل سنه وانت طيب. الله يسلمك. تسلم لي. كل سنه وانت طيب. مراتك وولادك عاملين ايه؟ الله بخير ومراتي تسلم عليك كتير والله. ربنا يخليها لك وتفرحوا مع بعض دايما يا رب. الله يخليك ويخلي ايامك كلها حلوه يا رب. ربنا يخليك. قولي بقى امتى دريت على شمعتك وما قدتش برده يا عبد الجواد؟ يعني برده بيعلمونا غلط. بص هو مرتين. مره ما كنت في ثانويه عامه. انا كنت بس ثانويه عامه دي فضيحه، الناس كلها عارفه انت في ثانويه عامه. بس ما بتذاكر؟ كنت بتذاكر ولا ما بتذاكرش بامانه ربنا؟ لا لما كنت في علمي لا كنت ما بذاكرش، انما في ادبي كنت بذاكر. هو انت جربت كتير؟ ما انا بقى. طب ما دخلناش علمي متادب؟ لا قديمه. قعدت كام سنه؟ من 94 ل 97. لا ده انت معيد بقى. دي ما قعدتش. ايه تاني؟ التانية مرة التانية فتحت محل انا واحد صاحبي مشروع كده، محل كده كان من حوالي بالظبط 10 سنين. فما اتكلمتش ومكتم وكل حاجة بالظبط 7 شهور وبعنا اللي ورانا واللي قدامنا، خسرنا كل حاجة. خسرت كل حاجة؟ مشروع كله باظ؟ كله. طب ما انت كان لازم تقول عشان تعمله دعاية بس لما يخلص صح؟ لما ما بصي احنا كنا فاتحين في منطقه غير منطقتنا بعيد، يعني اللي هو انت عملت كل التدابير عشان ايه الدنيا تبقى كويسه عشان تبقى في الامان. في الامان. بس 7 اشهر خسرنا كل حاجه. بس اتعلمت من الموضوع ده، اتعلمت منه كويس يعني. بس كده وفي الاخر خسرت. بسم الله ما شاء الله. المره الجايه تصيب ما تخبش. تداري تقيد ما تطفيش. ربنا يستر. يعني خرجت من الفلوس اللي في المشروع ده كله 600 جنيه بعد كل ده. 600 جنيه حلوين. 600 جنيه دي يا دوبك نكمل بيها بقيه الشهر. ثانك يو. نورتني. تسلم لي يا عبد الجواد. ميرسي. منوره الدنيا كلها. ميرسي من ذوقك. باي باي. باي. محمد سعيد قال لك عمر الخطر ما يمنع القدر. يا سلام يا خطرين انتوا. عايز اسلم على كل الناس اللي على الفان بيج. سمر مصطفى بسلم عليك يا حبيبتي. قالت لك انا ما اعرفش ادري على شمعتي خالص. لازم ايه؟ اما تحصل لي حاجه دي مش اما خالص على فكره. لازم اما تحصل لي حاجه حلوه اروح اقول لكل الناس والحمد لله ما بتكملش. شوشو بتقولها بتحجزي اول كومنت ليه؟ برافو 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 يا سمر عشان انت دايما حاجزه. برافو يا روحي. انت كلمه سر
يوم ورا يوم حبيبي مجاني نوم حبيبي. انت معانا مجاني نوم. جانا جلال بسلم عليك. قلت لك انا طبعا. في كمان شوشو يعقوب العيد وندى عبد الكريم بسلم عليكي. في كمان منى طلعت مسا مسا يا روحي نهى سلمان وعيد رمضان احمد محمد. اسمك احمد محمد ايه بقى؟ ايه ابراهيم ممدوح بسلم عليك. ودنيا بتقول جيت ادري على الشمع ولعت فيا وفي حياتي حبيبتي دي يا رب دايما. ليه كده؟ ليه كده؟ بس انا معاكي انا مع الثقافه دي. دايما يقول لك تنميه بشريه. شوف النص الكوبايه المليان. لا انا هقوم احرقكم كلكم بالشمع. قال لك شمعه تحترق من اجل الاخرين. جمال بيقول لك الشمعه اتسرقت. حلو. ايه خالد دول بيفكروا معايا. دول بره الصندوق. دول خدوا الصندوق وجريوا. في كمان الشمعه اتسرقت من زمان ده صبري انت غشيشها. في كمان شوشو محمد عطية مساء الفل عليك تسلم لي. في كمان جمال بسلم عليك وابراهيم ممدوح والايوبي احمد الروش. وحشة قوي وحشة قوي قوي قوي. يا ملت بختك يا ميار يا حظك المنيل يا ميار. اكيد انا كاتبه سالي لذيذة مثلا. ايه الروش ده؟ احمد شحيبر بسلم عليك. او شحيبر ده اكيد اسمه بابا يعني عادي. في كمان كنزي بسلم عليكي. انا كمان بحبك قوي يا حبيبتي تسلمي لي. عايز اسلم على كل الناس اللي على تويتر شايفاكوا واحد واحد. امينه خالد بسلم عليكي. ونوال مساء الجمال يا نوال. عبدو زيدان بسلم عليك. ندى بسلم عليكي. شو قلتي امبارح كان عندك حاجه مش هتيجي؟ اللي جابك مام؟ لا والله يا حبيبتي. عبدو زيدان وابن عند عبدو. شوشو حجازي بسلم عليكي. ومين تاني؟ الموقع معلق ليه؟ لا اهو اشتغل تاني اهو. انا رجعت. ضياء سرحان المعلمين بسلم عليك. وشيرين بسلم عليكي يا حبيبتي. وكل المعلمين على راسي. ومولا بسلم عليك يا حبيبتي. وشوش بسلم عليك. 199 ده رقم الاس ام اس. تعالوا نقرا اس ام اس. احمد الشريف بيقول من احمد بيه شريف باشا. اللهم صل على النبي. كمان بتدوا نفسكم القاب. ممشي بقى. يا انت شديد قوي مع الموظفين بتوعك يا سيدي. السنه الجايه اشوفك على جبل عرفات. لا شفت حبيتك خلاص. انا بحب دعواتي. ويبعد عنك كل شر. قولي لغاده مراتي اني بموت فيها وربنا ياخد من عمري ويديها يا رب. احمد شريف عين شمس مشكورك. في راجل بيقول كده ياخد من عمره ويدي مراته؟ ده لا انت تقول ايه؟ انا عايز اعيش من غيرها. بس برافو عليك. على الراديو 99 سالي عبد السلام بيتمسي على اللي سامعين. سالي عبد السلام. شوفوا لما المعلم وملك المعلمين يبقى منورني على تويتر ويقول لي انا هيبقى ايه منتخب وشه حلو علينا. انا يبقى وشه حلو قصدي المنتخب. لا خليها وشه هو اللي حلو علينا يا ابو موزو. احمد يونس حلوين على راسي. عارف غلاوتك من غير ما اقول. حبيبي يا ابو موزو يا جدع. حلوين انت وكل المعلمين حلوين. 199 ده رقم الاس ام اس. ممكن تكلمونا على 2-18-10-8-66 او تبعتونا على الفان بيج فيسبوك سلاش راديو 99 او على تويتر هاشتاج اتمسوا او راديو 99. بيقول لك داري على شمعتك تقيد. طب ما انا ياما داريت وما قدتش. امتى انت داريت وما قدتش؟ معايا تليفونين يا سمر. الو ايسو. هاي سمر. هاي سو هاو ار يو؟ عايزه ايه؟ فاين فاين ثانك يو. نعم كده بتتجوزي اسباني وما لحقش باول مكالمه. احسن. انت عامله اول كومنت على الفان بيج. بتتهدي بقى. تهدي بقى. انت بتغذيهم ليه؟ لا لازم ابقى الاول كل حاجه. اي انا احب ابقى الاول. طب انت الاول في ايه بقى يا سمر؟ غير في كده غير في البرنامج في حياتك الاول في ايه؟ غير في البرنامج مش عارفه. الاول في الاكل. برافو برافو. عشان كده بنقول لك باي باي. برافو يا حبيبتي. داري على شمعتك تقيد. داريتي وما قدتش؟ لا ما داريتش. ما بعرفش اداري. بتقولي على طول ها؟ بس طب بتقيد ولا ما بتقيدش؟ لا ما بتقيدش طبعا. برافو حبيبتي. خليكي دايما قاعده كده كل واحد معدي يهف في شمعتك. المهم يا سو عايزه ايه؟ ان انا قلت لك بالي الاد بتاع الفيسبوك سقعتيلي. لا خدتي بالك بس انا قلت لك على الهوا حاضر. طيب انا طيب انا مش قلت حاضر. ما قلت ما حددتش زمن. انت بتحرجيني على الهوا. طب اقسم بالله لو اوريكي. يا بنتي انا لا مشهوره ولا كده ولا جو بلدي ده. انسي انسي واحده تانية خالص. ماشي يا صبرا. حاضر يا سموره يا اموره. حاضر قلت حاضر. باي باي. ما تنسيش. حاضر. باي باي يا حبيبتي. باي. انا اوريكي امسو ده. باي باي يا حبيبتي. باي باي. باي. شوف لما مستمعينك يحرجوك على الهوا يا جينا. الو. هاي جينا. هاي سو ازيك؟ ازيك يا حبيبتي اخبارك ايه؟ انا عايزه بس اقول كلمه لكل العالم قد ايه انت انسانه جدعه جدعه يا حبيبتي. جدعة ربنا يخليك. وبتحترمي الصغير قبل الكبير. ربنا يبارك لك. ثانك يو يا جوجو. ثانك يو. مش عايزه اقول غير فعلا سالي بقى بقيت ال10 جنيه. بقيت ال10 جنيه اللي انا مديها لك.
هيقول لك دفع للناس. ايوه فلحلنا بقى. ايوه قولي لي يا جوجو قدري على دمعتي فعلا دايما دموع قدري على شمعتي عشان تقيد؟ بصي انا ما بقيتش اعمل بلان لان لو قلت حاجه استحاله بتنجح فبقيتش اقول اي بلان. لما ما بتقوليش بتنجح قوي؟ لا بجد يعني انت مع المثل ده؟ انا مع المثل ده وما بقتش اعمل بلان ما بقتش ده اي حاجه بقول ان شاء الله سايبها كده. انا موافقه. ثانك يو نورتيني يا جورج. وانت كمان ميرسي يا حبيبتي. باي 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 باي. عايز اسلم على يونس بقى من على التويتر. يونس قالب هو ونوال. على فكره يونس نوال بتموت فيك. عايز اقول لك يعني لقيتها بتقول لي انا مذيع احمد يونس ده بيتكلم عليك كويس قوي انا حبيته قوي. طيب انت على فكره احنا ما يعني ما بنطبلش لبعض احنا فعلا بنحب بعض يعني اخواتي يعني ممكن يكون من اجدع الناس معايا يعني في الميديا عموما مش هقول في مكان معين. فايه ده انا حبيته قوي. نوال بريئه. نوال من السعوديه. مشكلني حبك يا روح الروح مشكلني. سلام عليك يا ندى وسلام عليك يا مولا. وايوه يونس العب معاهم شويه عشان ايه. انا مش قادره العب على تويتر وانا على هوا. فاطمه بسلم عليكي. و من تاني شوشو حجازي بسلم عليك يا حبيبتي. محمد بيقولك مش هنصعد. ليه عم ليه كده ليه كده. سارولا بسلم عليك يا حبيبتي. وشوشو حجازي بسلم عليك. يا امينة خالد تاني. ونور الهدى حتى لو مش موجودة ربنا يقومك بالسلامة يا حبيبتي. عالراديو 99 سالي عبد السلام بتمسي علي سمعين سالي عبد السلام. ويوم ما اقول عايزة مسج على 99.9 جالي مسج احلى سلام من على الكوبري لسالي عبد السلام. شيكو وشراشيب لما صلي على النبي. حلوين. ايه ده حلوين. ايه ده حلوين. مش عايزة. حلوين. خلاص حلوين. امشوا بقى. تعالوا اسمه ايه. اسراء بسلم عليك يا حبيبتي بحبك قوي ربنا يسعدك. اختي يسعدك انت يا اختي. عاطف حميدي ده اسمك لوحدك ولا معاك حد؟ من على الفان بيج فيسبوك سلاش راديو 99. في احمد يسري بيقول لك احمد يسري البوشي هو عامل اسمه ثلاثي هو حر. قال لك مساء الفل يا سري شمعتي عمرها ما قادت في اي خطوبه بس هتقيد خلاص مع مي. وعايز اقول لمي من جايه احمد يسري قدام العالم كله بصوت عالي بحبك كده وعامل بقى الف كتير ابقى قابلني. انت كلمة سر. ابقى قابلني يوم حبيبي مجاني نوم حبيبي مجاني نوم حبيبي. لا يونس ما تقومش تكتب فيلم رعب وتسيبنا. يونس بعت لي على تويتر بيعمل لي يونس داخل يجر شكل كل اللي في البرنامج. يونس انت مش طبيعي. انا قاعد عمال اضحك قال لك كيداهم والله كيد العزال من يومي. لا خلاص حرمت اكيد حد يا يونس انا الزمان هديني. يونس انت نوال ايه اللي مضايقك ها؟ همسحك يا نوال ما تضايقيش يونس. خليك يا يونس. اسراء عبد الفتاح بسلم عليكي. حاضر هجيب اغنيه للهضبه. شيماء سمير بتقول لهم الكلام اللي عايزينه بالايموشنات. ايموشنات ده بينها هتبقى مهمه. ايه ده ايموشنات اللي فتحنا في المنطقه والمحطات الفضائيه. حسن امينه خالد بسلم عليكي. واسلام احمد قال ان شاء الله هنكسب ويكون وشك حلو. مش على وشي ولا انا ولا بموزه. لا ما تجيبوش كوبر اكل الفت ملناش دعوه. اسمه ايه قائد تويتر بسلم عليك قال لك ثقه في الله الواحد الترند رقم واحد. يلا في كمان كريم بسلم عليك. سارولا اسمك سارولا اسمك جميل خالص. لا اله الا الله. بيقول لك خليكي كويسه مع المستمعين يا سيل. طب انا بقى كويسه ازاي حضرتك؟ انا مش عارفني. من شروق بسلم عليك يا شروق. قالت غالبا ما حدش بيشجع. كلنا بنشجع بعض. عبدو زيدان بسلم عليك وشكرا على التشكيل. منا بسلم عليكي. وميدو ابن الاهلي بسلم عليك. وفاطمه بسلم عليكي. بابي اوت اوف ذا شو ناو ان اي مين ات. يا جماعه بصوا يا جماعه اقول لكم على حاجه عشان نبقى حلوين. بص يا بابي انا هغيظك عشان قال لي بلاش حلوين ويا ميار. على فكره ما شغلتش ميار انا شغلت اللي فطحان. انا شغل يا ميار عندي فيك يا ملت بختك بس. يا ميار يا حظك المنيل يا ميار. بره البرنامج. عايز اسلم على كل الناس اللي على الفان بيج. انا هنا المخرج. انا اللي بشغل اللي انا عايزاه. برنامجي انا ساعتيني انا. ناس تطلع تتكلم معايا انا والاغاني اللي انتوا عايزينها انا مش هشغل. رخامة. عبير عارفة بسلم عليك يا هبتي. قلت لي ما كنتش بعرف اداري وكنت تلقائية بس اتضحك عليا كتير بقيت بقول اللي عايزة اقوله بس وقت ما احب. تقلي بقى على خمسة صيانة وانا اقولك رأيي. راح احمد عبد العزيز بسلم عليك. ومنة طلعت بسلم عليكي. والمعلم بسلم عليك. المعلم مزجانجي.
في كمان اسلام، اسلام تسلم لي وعلى راسي، ميرسي جدا على الكلام الحلو ده. محمد خطاب انا بسلم عليك، قال لك يعني انت مش عارف تولع الشمعة اصلا، لا هنا في مشكله. احمد دويدار بسلم عليك، ومحمد عبد الله بسلم عليك. بصوا بقى يا جماعه الافواره، يعني استنوا بس انا كنت عايزه لك مزيكا كئيبه بس مش قادر. ازيك يا سالي، وحشاني قوي، بس يا خساره الشمعة ماتت جوايا. مش عايزه اقول لكم حاجه، عنديش حاجة أقولها، طفيتوا شمعتي. نقعد هزروا على الفان بيج والاس ام اس قليلة جدا، حتى التليفون ما بيرنش، في مشكلة. كرهني قوي كده، أمشي قوي كده. 199 رقم الاس ام اس، ممكن تكلمونا على 2-18-10-8-66 أو تبعتولنا على الفان بيج facebook.com/radio9090 أو على تويتر بقى هاشتاج تمسوا أو راديو 9090. تويتر هو الولعانة على تويتر، بيقول لك داري على شمعتك تقيد، يعني لو ما درتش عليها مش هتقيد. او التليفون بيرن دلوقتي، والله ولا هرد ولا كاني شايفاه. مهم بيقول لك داري على شمعتك تقيد، لو انت ما درتش على شمعتك ما بتقيدش. طب امتى دريت عليها وبرده ما قادتش؟ سهله دي، دايما يقول لنا كده. انتوا مقتنعين بده ولا لا؟ طارق السيد يا رب نكسب النهارده من على تويتر. امينه خالد وشوشو كريم احمد بسلم عليكم، وندى مشيت، باي باي ندى، ترجعيش تاني بقى. ايه بسلم عليكي يا ايه، ونوال تسلمي لي يا حبيبتي. ومصطفى انا بطل كلام وندى المصري، يلا ندى المصري يا رب النصر المصري. في كمان رامي الحلواني، انت بتعمل لايك لتويت ايه؟ رامي بيبقى كيوت قوي وبيقرا الاخبار. تعال لي هنا في الاستوديو حالا، ده ضياء سرحان المعلمين. تعال لي هنا، انت مش هتعدي كده عادي. اسراء عبد الفتاح بسلم عليكي يا حبيبتي. انا مش لسه شايفاك بره يا ابني. اسراء طلعت، لا منى طلعت. اسراء طلعت ازاي؟ اسراء عبد الفتاح لوحدها، منى طلعت. انا كمان بحبك قوي من على الفان بيج facebook.com/radio9090. منى محسن بسلم عليك يا حبيبتي، قالت لك تيجي بس الشمعه مش باينه خالص، تعالي كده شويه. ما مصطفى محمد بسلم عليك، قال لي قولي الرحمه محمود مصطفى خير الله بيحبك. ما قلتش هي ساكنه فين وعندها كام سنه، ايه اللي انت بتعمله ده؟ احمد دويدار بيقول لي بالكروتين يا كروته بسرعه. مصطفى محمد بيقول ما اعرفش اداري يا سالي، انا لو ما عرفتش اقول اللي جوايا اموت، انا لو ما عرفتش اقول اللي جوايا اموت. دي مرتين يعني، دي زياده تاكيد. استغفر الله العظيم يا رب. بمسي عليكي واتمسى واتمسى احسن احسن ليك، سمعيني سلام للناس الحلوه دي. سلام للناس الحلوه، ماما حلوه. محمد عفيفي بسلم عليك، و عشقه الجنون قالت لي سالي انا خطوبتي الخميس الجاي، ما تقوليش لحد، دي مشكلتي. لا انت ما حدش هيعرف انت مين، انت عشقه بجنون، عشقه وغلبانه والنبي. في كمان ايه بسلم عليك يا ايه، ايه ابو النيل. انا حبيبه احمد، يعني انا اكتب انا حبيبه بابا. كاتبه كل سنه وانت طيبه بحبك جدا، عايز اسمع اغنيه. ولا هجيب لك اي اغنيه، مفيش اغاني، اكتبي اسمك انت، يعني انت صفتك في المجتمع حبيبه احمد بس. يا جماعه قولوا المدام حبيبه احمد بس، الغسيل بينقط علينا، اي قولوا كده عليكي في العماره. احمد عبد العزيز بسلم عليك، في كمان محمد عفيفي تاني، واسلام ماشي يا اسلام. معلم مزجنجي بسلم عليك، واحمد عبد العزيز قالك الشمعه عمر ايه طول عمرها وقع على دماغها وقعت كده. حمدي بيقول لميميشه، مش ميشه، مش ميشه، مش ميميشه، لا مش ميشه، اس عاشور. قال لها ردي بقى، استغفر الله العظيم. انا مش انا، وانا ليه بيحصل معايا كده بجد؟ مش 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 ازيك يا سالي، سامح الحلواني سلمي لي على يونس. حاضر، احلى سلام، بسلم عليكم كلكم. انا تعبت يعني، انا عايزه اتكلم معاكم بس كلمتين بره الهوا. 199 رقم الاس ام اس، ممكن تكلمونا على 2-18-10-8-66 او تبعتوا لنا على الفان بيج facebook.com/radio9090 او على تويتر هاشتاج تمسوا او الراديو 9090. قال لك داري على شمعتك تقيد، ساعات بتداري وبرده ما بتقيدش. امتى انت داريت وما قادتش؟ انت اصلا مقتنع بالكلام ده ولا لا؟ الو الو، اي مساء الخير. مساء الخير، ده ايه الفرحه العارمه دي؟ ده ايه الحلاوه دي؟ احلى مكالمه دي ولا ايه؟ انت مين؟ انا كل يوم انا رايح المشوار ده بفضل اسمع في البرنامج بتاعي. انت رايح الشغل ولا راجع ولا ايه؟ ولا انا رايح الشغل، انا شغال مندوب داعي. والشيفت بتاعك بالليل؟ والشيفت بتاعي بالليل، من 6 لكام؟ قلت اكلم كده بقى، وانت عم تقول محدش بيتصل بالتليفون. والله يا ابني شوف، خلي بالك ان التليفون يعلق معاك ويظبط وانا ارد، يبقى انا فعلا مش لاقيه مستمعين يعني. هو وانا اسفل.
خليتوني علا كذا مرة يفضل مشغول 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 تمرني كده اشوفها فعلا بتقول بجد. مفيش النهارده الدكانه لسه ما استفتحناش بس احنا لسه اول ما بريني ليه طلع عامل ايه عمرك ايه يا سيد عامل ايه؟ الحمد لله سيد. انت مصدق ان في حاجه ثانك يو تسلمي انت مصدق ان في حاجه اسمها داري على شمعتك تقيد؟ هو بصي حسب تسهيل ربنا كلها. بصي سيبك كده تفهم داري على شمعتك تقيد والكلام الفارغ هو حسب تسهيل ربنا. انت قبل كده الدنيا تمشي فاهم بتمشي طب انت قبل كده سكت خالص وما مطلتش وما قلتش وداريت على شمعتك وبرده ما قدتش؟ لا هي انا بقول بص كل الكلام اللي الناس بتقوله وامثاله والكلام ده كله بيبقى فاهم هي افتكاسات من الواقع اللي احنا عايشينه والكلام ده كله. اوقات بتبقى احسن ربنا رايد انت ناس ان احنا في مقوله دايما بتقول ايه انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد. انا معاك بس بسيبك من الواقع اللي احنا عايشينه وجو ناشونال جيوغرافيك ده انا عايز الحقيقه حالا الحقيقه قدامي. انا بقول لك لا هي بتبقى تظهير ربنا والله هي بتبقى تظهير ربنا. اما بقى انا قلت وما حصلش وانا مش عارف. طب انت ما قلتش قبل كده وما حصلش؟ يا لا والله اكذب عليك لو قلت لك هي تحصل موقف من دي وموقف من دي يعني ده حصل وده حصل يعني فانت بتحاول تتناسى لا مش بتحاول تتناسى هو بيحصل فعلا ده حصل في الواقع كده ولا انت زي ما بيقولوا اللي هو حظك وحش وفقري وكده فمش عايز تقول لا 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 سيبك لا لا انا سامع لا انا سامع يعني هي بتيجي بتسهيل ربنا ونعمل ايه هي بتسهيل ربنا هي بص يعني من الحلقه بعد كده على عزه تسهيل ربنا امتى ربنا سهل لك ومشي معاك اعمل حلقة لبكرة بقى فاهم بكرة عشان ابقى جددت من نفسي. Thank you نورتني وتسلم لي يا سيد ميرسي باي 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 هتجننوني انا هتجنن ياه انت شديد قوي مع الموظفين بتوعك يا سيدي. تعالوا بقى نقرا من على الفان بيج يلا يلا فان بيج بقى يلا حبايبي يلا يلا يا باب يلا ولا نقرا من على تويتر يلا تويتر الاول. اسراء عبد الفتاح بسلم عليك حصل ايه حصل بالسين حصل متحت كده في كمان ثانك يو حبيبتي تسلمي لي يا شوش ايوه ادعي لي دايما كده حلوه الدعوه دي قوي عجبتني. ريهام علي بسلم عليك يا حبيبتي متاخره عشان الظروف لا 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 مش هقبلها. في كمان شوشو بسلم عليكي واسراء بسلم عليكي ونوال وندى اختفوا مع بعض فجاه ها في ظروف غامضه ما اعرفش. عايز اسلم على كل الناس اللي على الفان بيج فيسبوك سلاش راديو 9090 ولسه بنتكلم على داري على شمعتك تقيد امتى بقى انت داريت عليها وبرده ما قدتش مش هتقيد. علاء علي بسلم عليك قالك الشمعة ولعت في البيت كله برده المصري معروف بخف الدم وهزروا هزروا ضيع وقت البرنامج. تامر نور انا بسلم عليك. في كمان محمد عفيفي قالك انا زعلان منك عشان ما قريتيش الكومنت بتاعي وبراحتك انا براحتي على فكره. ليه الشعب بيكسر الكلام ليه باسم سامح براحتك براحتك عادي براحتك وهبقى براحتي. كريم مجدي خليك في حالك. كريم مجدي اسكت. اللي فتحنا في المنطقة والمحطات الفضائية حسن وسامة زيزو انا بسلم عليك. لا انا بحبهم دول مستمعيني انا حبايبي انا بديك يعني انا مش هقولكم غير حاجة واحدة يعني هي حاجة واحدة يعني انه الماتش جه كله نسيني امك ولا الحاب يا طه مش هقولكم اكتر من كده. كل الناس محدش بيسمع اساسا يعني ماما حلوة لدرجة ان سامح كلمني على هوا انا اتقال لي كده يقول لي ما انت اصلا مش لاقي مستمعين اديني على الاقل اتكلمت انا انا الزمان هديني ولا حد بيه ويديني ايه ده كل ده ماتش يعمل فيكو كده كده سالي كده ماما كده عايز ايه الو الو لا هو بيت عمران مش مهجور للدرجة دي باي باي عامل ايه الحمد لله انت عامل ايه يا ابني انت بتتكلم دولي يا حبيبي وات صوتك في الدار المصرية بقى والدوشة بقى والجو ده ما توقعك الماتش كام يا استاذ سامح؟ توقعي ان شاء الله هنكسب ان شاء الله 3-0 ان شاء الله باي باي يا سامح عشان انت بتكذب باي باي لا 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 كده توقعك الحقيقي واحساسك بيقول ايه؟ بص انا من الاخر ماليش في الكوره والله العظيم بفهم اي حاجه فيها عشان كده انت بتكلمني بتصل بيكي عشان انت مخنوقه بتكلمني تفرفش نفرفش مع بعضينا كده فاضيالكم انا بقى طب معلش بس عايز اسال على حاجه عايز ايه سامح؟ هو الدكتور ابو السعود ناوي يعود ببرنامج يعني برنامج تراكات مش ناوي يرجع تاني مش عارفه والله بس هو انا هترفض بسببك في يوم من الايام او بسببكم كلكم انا عارفه انا مالي انا بتسالني اسئله انا ما اعرفهاش ليه انا مالي خش في موضوع الحلقه معلش يا ربي هيسال حاجه ثانيه باي 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 والله هقفل والله لو ما ردتش على سؤال الحلقه هقفل قول قولي انت امتى داريت على شمعتك وبرده ما قدتش
لا كتير والله والله يعني ما تولعش الشمع عادي تولع في أحلامك كلها كتير كتير جدا ولا هتشوف خير أبدا باي باي لا يا ابني خلاص يا حبيبي ده هوا استني فيها يا جماعه عايز ايه في يا جماعه انت اسمع اغنيه عايز اغنيه ايه اغنيه اقول له عدى الفنان عمرو دياب انا لسه مشغله معدي الناس باي باي طب استني لا معلش ما انا هسمع اغنيه يعني هسمع اغنيه هاجي اشغل لك اغنيه حلوه والله دلوقتي لو ما قفلتش مش هشغل اغنيه كلام معلمين كتر كلام معلمين انت عندك فراغ باي باي سامح باي طب هجيب لك اغنيه حلوه والله حلفتني بالغالي مش مشغله اغنيه باي باي يا ابني هشغل لك اغنيه والله سامح باي باي احنا مش بنتكلم في تليفون البيت ده هوا اقسم بالله لا ما انا شغلتها من شويه يلا باي شغلت مين يا سالي باي باي ده اعلان على الهوا على سالي ومشهورين والناس عملت تشتري والله فعلا قول لهم قول لهم انت بتتكلم على الهوا قول لهم انا بكلم سالي على السلامه باي باي يا سامح باي اي موتوني بجد ايه ده ايه ده ايه ده انا هدخلك المحمية الطبيعية مش لا انت مش تقعد معانا في المحمية الطبيعية بتاعتنا بيقولك ان انت دايما لما بتسمع مزيكا حلوة بتهدي اعصابك بتنسى كل حاجة مضايقاك وانا سمعت وما هديتش ما نسيتش اللي حصل فين انت بتعملوا كده ليه ليه بنقلب على ناشونال جيوغرافيك يعني انا بجد حاسه ان احنا في فيز تاني من حياتنا او في هو يعني ايه فيز بالعربي يعني فتره لا يعني مش عارفه هي ايه حاضر نحاول نشوف الاغنيه لا انتوا بتقيتوا تطلبوا اغاني وكده انا تعبت على فكره يا جماعه والله بس انا بحب الاغنيه دي على فكره بس اشوف الاول يعني انا هقرر انه انا دلوقتي في فتره خمسه صيانه انا ما نسيتش المكالمه اللي فاتت سامح انت عالمي سامح انت انا مش عارفه انت بتعمل فيا كده ليه يعني انا ليه بيحصل فيا كده يا جماعه لا مش لاقيه ممكن اشغل حاجه تانية حاضر ماشي مع اني كنت اشغل غريبه الناس دي كانت لازم تنزل بالتتر على طول يعني عارفين يا جماعه اول ما سامح كان قفل معايا بالتتر على طول غريبه الناس يخش على طول استاذ وائل جسار ما كانش هيلحق يقول اي حاجه تانية ممكن اشغل على بالي اوكي طب تعالوا نقرا كومنتس الاول قبل ما اقول رايي حسام محمد انا بسلم عليك واحمد لذيذ قوي ما تهزرش تاني برده كريم بسلم عليك قالك معرفش داري على شمعتي ومين سمعك حسام انا بسلم عليك وسيد علي عايز اسلم عليكم كلكم على تويتر يا حبايبي النهارده you're doing a great job and thank you يعني عملتوا اللي عليكم وزياده اي والله امل بسلم عليك يا امل مولا المكالمه دي فعلا لا ده هو في كشك قبل سميحه ده مش طالع على الهوا لا بس كوميدي انا ضحكت اسلام انا بسلم عليك قالك ما تمشيش يا سالي مين هينور هيولع حياتكم فعلا انا عايز اولع في حياتكم فعلا انتوا عندكم فراغ يا امينه صح اسراء بسلم عليك يا سلام على نوال وندى يا سلام على الشام حبيب حتى لو مش موجود عبدو زيدان وعليكم كلكم يا سلام على كل الناس اللي على الاس ام اس انا جاي من الغردقه وانت عسل ثانك يو ده يحيى سعيد مش بحب عسل بحب حاجه تانية يعني عادي انت كويس قلبي عليا المواجع قعدت 17 سنه لا تعالوا انا عايزه اقراها في خمسه صيانه اقسم بالله يا جماعه بقول لكم بتيجي من عند ربنا يعني اخر مسج ليا في البرنامج بتبقى مبعوثه بمسج معينه اسمعوا المسج اللي انا هقوله خمسه صيانه ايه ده تخيلوا نفس المزيكا برده ما اتغيرتش تعالوا بقى هقراها لكم دلوقتي بتقول قلبي عليا المواجع قعدت 17 سنه ما بخلفش ويوم ما حملت داريت على الناس طول الحمل وتعبت وانا حامل جامد وجهزت حاجه البيبي وفي الاخر ولدته ميت دي رحمه الله يرحمه يا رحيم رحمه هحكي لك على حاجه بما انك داري على شمعتك وكده يلا انا واحد صاحبتي برضو مش هقول اسامي يعني بس عايز الناس اللي عارفين من الناس الكلوس ليا هتعرف القصه دي انا دايما بتكلم عليها يعني انه بتاعت ربنا مش مصدقه البنت دي قبل فرحها بخمس ايام سابت الولد ده وخلاص ما ينفعش يرجعوا وراحت لمامته وكده ومامته قالت لها انسي يعني حاجات كده قبل فرحها بخمس ايام عرفتها انا على حد من صحابي واتجوزوا اول بيبي مات بعد 9 شهور ولدته مات يس فهي دايما بتقولي انا دايما اول فرحتي ما بتكملش
تاني بيبي طلع حلو جميل قمر الله يبارك له. جابت بعدها توينز من غير ادويه من غير اي حاجه. ناس تقول لك لا بيجيبوا توينز بادويه، لا من غير اي حاجه. ربنا كريم قوي يا رحمه، جميل قوي يا رحمه، بيديكي من غير ما تعرفي. يعني انا ساعات بقول يا رب انا ما استاهلش كل الكرم ده. انا مثلا بقول لك نفسي في كذا، سبحانك يا رب بتجيب لي بالزياده. كريم قوي، على نياتكم ترزقون، بجد مش كلامه خلاص. انت حر في علاقتك بربنا، بس خلي عندك ضمير، خليك مصدق فيه، خليك مآمن، خليك عارف ان هو مش هيعمل لك حاجه وحشه، بيبتليك عشان بيحبك. تداري على شمعتك او ما تداريش، هتحصل هتحصل. انا من الناس اللي ما بعرفش اداري، بمعنى اكتشفت ناس كتير قوي وحشه حواليا قوي. كل ما اقول على حاجه مش ما بتحصلش، انت بتلاقي سواد طالع وانت تاخدي الحاجه دي ليه؟ ايه ده اشمعنى انت مش عارف ايه؟ ايه ده اشمعنى انت ربنا كرمك في دي؟ اعوذ بالله. فبقيت ارد عليهم بنفس الرد غصب عني، مع ان انا بجاهد. انا من الناس اللي لسانها سابقها وزعلانه من الموضوع ده، انا بعترف عشان ما تجوش فجاه تيجي تقولوا دي فيك او دي ايه ده دي طلعت لسانها طويل. انا لساني طويل غصب عني، وربنا يقدرني اني اجاهد ومحدش يزعل مني من لساني، لانه مش حلو كده انه دايما سرعه بديهه فبرد. ممكن ازعل اللي قدامي زي ما زعلني، لا طب ما انا ممكن اخده بالراحه نتكلم براحه. فبقيت برد اديني اللي عندك وخدي اللي عندي. تلاقي فجاه راحت راجعه، لا طب ما انت رخمه يعني، ما تبصيش لحد في حاجه. نفسي مرة الحاجة تكمل زي ما هي وحلوة، لأنه دايما بيقولوا أنه الحاجة لما بتيجي متأخر ما بنحسش بحلاوتها. الحاجة كانت بتيجي متأخر، بس أنا كنت بعود نفسي أو بجاهد نفسي في الرضا، أقول يا رب نهاردة ويا رب هبقى مبسوطة، بس أنا بتمنى النهاردة أن الحاجة تيجي زي ما أنا عايز. وداري على شمعتي وتقيد، وتقيد حلوة قوي وتقيد لي طول العمر، ما يجيش شوية هوا أو شوية خناقات يطفوها. مفيش حاجه اسمها داري على شمعتك تيجي لك ما تتكلمش. الناس بقى اللي هي عامله بقى ايه، ان هم مدرسين في حياتنا، ما تعملش واعمل انت اللي علامه قوي، انت اللي خبير قوي، انت اللي حياتك ماشيه سالكه قوي، خليك في حالك. يعني انا شايفه ان كل واحد يخليه في حاله، كل اتنين مع بعض ماشي. لو انت في ريليشن حالك هو حاله، دي على جنب. لازم احللها لنفسي في اي حاجه. لكن لو انت لوحدك خليك في حالك، بلا داري على شمعتك بلا بتاع. انا ببقى فرحانه فبفرح اللي حواليا، بس اكتشفت سواد مش مهم، بس برضو هفضل افرح اللي حواليا، اللي هو انتوا عارفين اللي حصل كذا 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 كذا، ام هابي. انا بتكلم عنها يعني، انا بتكلم وبقول برضا وبقول بسعاده وبقول كل حاجه. فما فيش حاجه اسمها ان انت يا رحمه كمان عايزه ارجع لموضوعك. رقم اخره 077، لا في وسط الكلام لقطت المسج او مش عارف اسمه ايه. يا رحمة ما فيش حاجة اسمها كده، ان شاء الله ربنا هيكرمك وهتكلميني تقولي لي ان شاء الله يا رب برضو نكسب النهاردة يعني.